الراجل كي تكون عنده مرأة نتاع الدار يكون سعيد، يكون مليح في خدمته، ويكون مليح في صحته، ويكون مليح في كلش. كيفاش المرأة تاع الدار؟ يعني خاطر مقبل قلت له باللي أنا ما حبيتش، عمري ما حبيت فنانة. يا هل ترى زعما عمرك ما تخيل الزوجة تاعك تكون فنانة مثلا؟ لا 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 لا، أنت كجانا المغناوي يعني ما عندكش مشكل. أنا قلت لك عمري ما حبيت فنانة، باسكو هو قال لي باللي يا ودي زعما حبيت وحدة فنانة. وتقدر زعما تحب وحدة فنانة وتزوجها؟ ماشي عيب، وعلاش ما تكونش مرتي فنانة؟ لا كاين صوت دوك نسقسيك عليه اللي تعاملت معاه بزاف، وعندك سلطانة الطرب في اللعبابسة، تعاملت معاها في اللعبابسة. وي سلطانة الطرب يسموها، وش رأيك فيها كإنسانة وكصوت؟ في اللعبابسة على بالك، في اللعبابسة ناس ملاح، ضحك بزاف، تحب تضحك بزاف، والصوت عندها الصوت لا اله الا الله محمد رسول الله، عندها صوت في المستوى. في فنانة نعم في اللعبة بصوت، تحطها مام مع المصريين تجيب حقها. هي في اللعبة بصوت سلطانة الطرب يقولوا، ومن أقوى الأصوات في الوطن العربي، ماشي برك في الجزائر. يعني وعلاش ما داتش حقها كيما فنانات يعني راهم في الوطن العربي، مثلا لطيفة العرفاوي هذيك التونسية، ولا أسماء المنور من المغرب، ولا بزاف فنانات. ألوغ كو هي نشوفوا بلي وقارية الموسيقى ثاني، يعني عندها ثقافة في الموسيقى، تشوف بلي هي ظلمت روحها ولا ظلموها؟ لا لا، ما ظلمت روحها، ما ظلموها. هادي هضرنا عليها على الشاب خالد قبيله، هادي سي لا شونس كي جو. كاين اللي قوه في كلش وما نجحش، هادي ما طاحتش، ما جاتهاش زعما كاع فرص وعرفت تستغل. ماشي ما جاتهاش، ما تقدرش تدير، ما تقدرش كي تحب تولي انترناسيونال صاي تولي، ما تجيش تجي وحدها. هادي ما طاحوش، ما طاحت في بروديكتور انترناسيونال باش يطلعها، ما لقاتش، ما جاش، يجي وحده. هذا سي هما يحوسوا علينا، ماشي حنا نحوسوا عليهم، باسكو حنا ما نعرفوهمش، فهمتيني؟ هذا هو.